الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي أرسله الله رسولا ونبيا وبشيرا بين يدي الساعة. أقدم في هذا المقطع ألف إثبات عقلي على الخالق أو عن الخالق في خضم موجة الإلحاد. هناك من يسأل عن إثبات وجود الخالق. أبدأ بالسؤال الذي يطرحه هذا الطفل ثم الطفلة التي بللها المطر المنسكب من الغيوم فوقها. هذا الطفل يسأل أمه: ما هذه العلامة الحمراء على ذراعك يا أمي؟ هل يمكن أن يكون عندي مثلها؟ تجيب: إنها أثر مطعوم الإنفلونزا. نأتي إلى هذه الفتاة التي تضع فوق رأسها هذه المظلة وتسأل: ما الذي جعل كل هذا الماء ينسكب علي؟ طبعا نحن نبرر بالقانون العلمي السبب والأثر cause and effect. نتابع: يعجبني يقول المأثور على لسان الفيلسوف إيمانويل كانت، يقول فيه: السماء المرصعة بالنجوم فوق رأسي والقانون الأخلاقي في داخلي، إنني أراهما أمامي مباشرة وهم يثيران في جوانيتي المرة بعد المرة الوعي بوجودي. وهذا السؤال يقودنا إلى مبدأ سقراط في المنطق، بأن علينا أن نتتبع الحجة المنطقية حيثما تقودنا. سؤال كانت الوجودي عن لا عبثية الوجود، أرجو التركيز هنا، لا عبثية الوجود، يثير تساؤلات لا تنتهي إلا بجواب واحد، هو: من الذي أوجد كل ذلك؟ القانون الأخلاقي في نفسي، على الرغم من أنني أتيت إلى هذا الوجود ضعيفا جاهلا بلا حول ولا قوة أدركها. تعلمنا بالفيزياء بأن أي شيء جسم يتحرك لابد أن تكون قوة قد أثرت به وسببت تحركه أو حركته، ومن ضرورات هذا القانون أن تكون القوة والطاقة التي سببت حركة ذلك الجسم أعظم من الطاقة والقوة الكامنة في الجسم نفسه إن وجدت أصلا. هذه الكرات المعدنية الثلاثة في حالة سكون، عندما أمسكنا بيدنا بالكرة الحمراء هذه أو دعنا بها طاقة، الذي أمسك بها به طاقة أقوى منها، عندما تركها حرة اصطدمت بالكرات الثلاثة فقذفت هذه إلى الأعلى، وتقريبا بقيت هاتان الكرتان في مكانهما. هنا هذا القانون الذي يقول بأن الطاقة التي أودعناها هنا بيدنا هي أكبر مما أودعناه، والتي أودعناها أكثر من الطاقة الكامنة هنا، وبالتالي القوة التي أدت إلى حركة هذه الكرات، الحركة الأولى هنا كانت أعظم من الطاقة التي كمنت أو كانت كامنة في هذه الكرة. هنا الآن المحرك الأول، هذا نطلق عليه اسم المحرك الأول. السؤال البسيط الذي نطرحه: هل يمكن لهذه الكرات أن تتحرك من تلقاء نفسها، أم أنها في حاجة إلى محرك أقوى من طاقتها الكامنة كي تشرع بالحركة؟ نتابع. هذه الآن اللعبة المعروفة شعبيا بالدومينو، وهنا هذه الغيوم التي تسقط الأمطار. استطاع العلماء أن يحسبوا القوة التي يجب أن تكون كامنة في أول حجر من أحجار الدومينو، والزاوية التي يجب أن يكون عليها أول حجر، ومجموع كم الطاقة التي يولدها سقوط الحجر، لأن القوة الكامنة كانت أكبر من الذي يليه ثم الذي يليه، لكن القوة التراكمية كانت قوية جدا جدا. من أوجد هذه القوانين التي تتحكم بالكميات والمقادير؟ لابد أن يكون المحرك الأول هو من ابتدع كل هذه العلاقات والأسباب والآثار التي
تنتج من فعلها، وهو ما نسميه مرة أخرى السبب والنتيجة كوز أند إفكت. كما يقول العلماء لابد أن يكون لأي نتيجة مادية سبب سابق عليها أو تزامن معها، لكن السبب يجب أن يكون أعظم وأقوى من النتيجة، فالحرارة الشديدة هي التي سخنت الماء ليتبخر، والهواء هو الذي حمل ذرات الماء إلى طبقات الجو، وشدة البرودة هي التي أعادت تكثيف الماء، والجاذبية الأرضية هي التي جذبت قطرات الماء، وهكذا. لنلاحظ عدد القوانين التي تآلفت في هذه العملية التي نحسبها بسيطة. السؤال البسيط في خضم كل هذه الأفكار: هل يمكن للمادة الجامدة أن تتسبب بكل ذلك؟ هل الحرارة أوجدت نفسها؟ هل الهواء أوجد نفسه؟ هل الماء أوجد نفسه؟ هناك من العلماء من يتحدث عن مبدأ يسمى مبدأ الأحادية singularity، الذي يقول بأن الكون الذي نعيش فيه نتج عن لا شيء، أو في قول آخر انفجار عظيم، وهي نظرية الانفجار العظيم Big Bang Theory، وأن الانفجار العظيم نتج من لا شيء، فكيف ينتج شيئا من لا شيء؟ وهذا ما يتنافى مع العقل السليم. يقول هذا المبدأ بأن انفجارا عظيما قد حدث قبل مليارات من السنوات، أدى إلى حدوث تفاعلات كيماوية وأحيائية وطبيعية نتج عنها الكون الراهن كما نراه، بشره وحيوانه وأرضه وشمسه ونجومه. السؤال البسيط: هل يمكن لهذا البالون أن ينفخ نفسه، أم أن على البنت أن تستخدم نفسها بقوة كي تؤدي المهمة، أو ربما تحتاج إلى أداة مثل هذا المنفاخ؟ هذا السؤال يعني نجيب على الذين يتذرعون بما يسمى البيج بانج ثيوري: إن حدثت فهل حدثت من تلقاء نفسها، أو أن وراءها قوة أعظم منها أدت إلى انفجار أو هذا الانفجار العظيم الذي يقول؟ فهذا البالون لا يمكن أن ينتفخ بنفسه، لابد من أن تستخدم هذه الفتاة نفسها، أو ربما تلجأ إلى هذه الأداة. نشوء الكون كما يتخيله بعض العلماء، هذا الجزء أو الجزء الأول الذي يقول عنه العلماء أنه لحظة الانفجار العظيم، العام صفر أو اللحظة صفر، حتى وصل إلى هذا المكان 380 ألف عام، هنا ما يسمى القرون المظلمة Dark Ages، يتبعها الآن 300 مليون عام كما يتصوروه له ظهور أول نجم، ثم مليار عام حتى ظهور المجرات القديمة، ثم أخيرا المجموعة الشمسية 9 مليارات عام إلى هذا اليوم. هذه المجرات الحديثة، وهذا هو خط الزمن كما يتخيله العلماء، لكن ليس هناك أي شكل من أشكال إثباتات أو إثبات على ذلك، لأن نقول تخيل علمي فقط أو من عقل أو محض عقل الإنسان. هذا الآن السؤال: من الذي سبب الانفجار العظيم هذا، إذا حدث هذا الانفجار العظيم؟ كل هذه الأفكار لا تصمد أمام حقيقة المحرك الأول الذي أثار كل ما يحدث في هذا الكون الذي نعيشه. نأتي الآن إلى مبدأ التصميم، ونقول بأن المحرك الأول هو ظاهر وباطن في الوقت ذاته، وأنه حكيم بالمطلق وغني بالمطلق. هذا الآن النمر، وهذا هو الكلب. هل يمكن لهذا النمر أن يتزاوج مع الكلب وينتجا أسرة من الكلاب أو النمور؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وهذا الخروف، وهذه البطة أو الأوزة، وهل يمكن لهذا الخروف أن يتزاوج مع هذه البطة وينتجا أسرة من أي نوع من الجنسين؟ هذه زرافة، وهذا الحمار الوحشي. دعنا نحاول مزاوجة هذا الحمار الوحشي مع الزرافة، سننتهي إلى هزيمة فكرية ومنطقية، وبالتالي لابد أن نستسلم لمبدأ التصميم الذي صنعه المحرك الأول، والذي يفيد بأن الأشياء لا تأتي إلا بمقادير لا يمكن تجاوزها، وتأتي بأشكال محددة
بخلاف ذلك فإننا ننفي عن المحرك الأول صفة الحكمة، ولا يمكن إلا أن نستنتج بأن الحياة التي نعيشها تشكل استمرارا كميا في النوع والشكل والتصميم لما سبقها من حياة. ننتقل الآن إلى مقولة كانت عن القانون الأخلاقي داخل النفوس التي نعرفها. هذا الآن ميزان القبول بالشيء وغير مقبول، المنطق مقبول غير مقبول، هذا الأمر مقبول وهذا غير مقبول، هذا الفعل مقبول وغير مقبول. وهنا الأخلاق والقيم والعادات، من الذي ابتدعها؟ هناك صراعات قد تحدث بين البشر وبين الحيوانات من الأجناس المختلفة، قد تقتل بعضها بعضا لا ننكر ذلك، لكننا لا نكاد نرى بأن كلبا على سبيل المثال يأكل كلبا أو أكل كلبا، ولا يمكن أن نجد أرنبا يأكل أرنبا حتى عندما يجوع. ولأن البشر قد تعارفوا واتفقوا على قواسم موضوعية مشتركة Objective Common Divisor كما نسميها حول الأخلاق المقبولة والأخلاق غير المقبولة، فكل البشر حرموا بينهم قتل البريء والسرقة والكذب والغش، على الرغم من أن هناك من يمارس كل ذلك، لكن لا أحد يجرؤ على أن يصرح بالقول بقبول الغش القتل والغش والكذب. السؤال في هذا السياق، من وضع هذا القانون أو القوانين في نفس البشر؟ هنا الآن سؤال عن الإرادة الحرة للإنسان. هذا يقول أنا أحب، هذا يقول أنا أكره، أحب شيئا ما، أكل ما، موضوع ما، عمل ما، هذا يقول أنا أكره، هنا يقول أنا أرغب، هنا يقول أنا لا أرغب. فهذه الإرادة الحرة من الذي أودعها في نفس الإنسان؟ هناك سؤال مهم جدا، وهو هل الإنسان مخير أم مسير؟ عندما تفكر في جوانية نفسك تجد بأنك حر، بأنك حر، لكن المحرك الأول أوجد في نفسك القانون الأخلاقي الذي يدعوك إلى التفكر والتأمل لأنك على نفسك شاهد. أخيرا، قدرة البشر على التعليل ورد الأحداث لمسبباتها. فالبشر لا يمكن أن يكونوا نتاجا لعملية عمياء عشوائية، وليس من المعقول أن يكونوا نتاجا لصدفة أو عملية عشوائية. فالعقل يأمر صاحبه كل لحظة للوصول إلى أمثل الحالات في الأكل والشرب والمشي والنوم والعمل وكل الأشياء والأمور التي تهم الإنسان. هذه القدرة العقلية الجبارة التي وصلت إلى القمر وصورت المريخ وترصد النجوم والمجرات لم تأتي خط عشواء، إنما صدرت عن المحرك الأول وهو الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.